إذن مشاهدينا، هذا الحدث يستضيف مجموعة كبيرة كذلك من الشباب المبتكرين والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. هناك منصة اسمها اكتب، ومساعد الذكاء الاصطناعي فيها اسمه فهيم. قصة نجاح تضيء إضاءة عليها الزميل محمود حمدان من خلال هذا التقرير نشوفه ياكم. تحية لكم مجددا من ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي، وإطلالة جديدة ولكن مع إحدى الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي لها خطط طموحة وتطبيقات لاقت الكثير من الإقبال. معنا أكتب اي اي، ونتعرف اليوم على ضيفنا كريم عياد. أهلا وسهلا بك. ما هي قصة أكتب اي اي؟ تسلم أخ. أكتب هي شركة للذكاء الاصطناعي، بدأت كمساعد ذكي. إذا بتعرفوا تشات جي بي تي، هو مثل بدأ مثل تشات جي بي تي ولكن ويتقن كل اللغات، ولكن يتميز في اللغة العربية بفائق فيها. والآن نعمل مع أكثر من 5 جهات حكومية في دبي إلى أن نساعدهم على تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي لمستخدمينهم وداخل مراكزهم. وطورنا فهيم، حاليا فهيم هو الان مساعد ذكي بيقدر يعمل لك اي شيء عبر الانترنت. فبتحكي له مثلا احجز لي مطعم او اشتري لي تذكره، بدي اسافر على هاي البلد، عندي بوجت 500 دولار مثلا، فيتحكم بتحكم بالمتصفح تاع الويب، ومثلا بروح على جوجل بدور على مطاعم، بتطلع على الريفيوز، بيسال هذا الحكي بحجز مطعم او بشتري تذكره او اي نوع تاسك ممكن تعطيه اياها. فبساعد على بساعد على الانتاجيه، تحسين الانتاجيه لمستخدمين تبعونا. دائما الذكاء الاصطناعي التوليدي واجه بعض المشكلات المتعلقة بالكوبي رايتس، حقوق الملكية الفكرية، وبعض الأمور التنظيمية والتشريعية. كيف بتحلوا هاي؟ هلا احنا بالنسبه لهذا الحكي عندنا اور اون داتا سيتس، عندنا بياناتنا احنا اللي هي النا، واحنا بندرب على بياناتنا، فما عندنا اي نوع ايشوز او كوبي رايت. ما بنستخدم بيانات من شركات ثانيين لتدريب الاي اي مودلز تبعونا. إذا تكلمنا على الدعم، شو الدعم اللي لقيتوه هنا في الإمارات، خصوصا في دبي، لشركة مثل شركتكم اللي بتهتم بالذكاء الاصطناعي؟ بصراحة دعم رائع، لأنه ما بحياتي شفت بأي محل بالعالم لهالدرجة الحكومة أدوبتس أو تتبنى أو بتطبق تكنولوجيا جديدة بهاي السرعة الفائقة. وإحنا بلشنا نشتغل مع جهات حكومية هون، وبخلال يعني أكم من شهر رحنا من بس إنه بنحكي مع بعض لهلأ قاعدين بنطبق، وإن شاء الله من هون لآخر السنة بنكون رحنا لايف معهم. فإتس إنكريدبل صراحة. إحنا كناس شغالين من الإعلام دائما بنتساءل شو الجديد اللي ممكن تقدموا لنا إياه أنتم كشركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي. هلا في صراحة كثير شغلات جديدة، وإن شاء الله تابعوا مسيرتنا، لأنه إحنا هلا رح يعني فهيم عم بتقدم أكثر وأكثر، وهلا رح يصير يعمل يعني مثلا أعطيك مثال، البني آدم إحنا بعملنا بنقعد 28% من وقتنا بنقضيه على مثلا على الإيميلات أون أفريج. فمثلا هلا فهيم تصحى الصبح برد، بكون كاتب لك رد على كل إيميلاتك بنفس نبرة صوتك، هذا مثلا للإيميل. في كتير أشياء بنعملها على في خلال يومنا بالنسبة للشغل روتينية، فهاي بيقدر الذكاء الاصطناعي إنه يعملها بدال البني آدم، والبني آدم بده يركز على شغلات مور بروداكتيف أكتر ريليتد لشغله، أشياء بيقدر يعملها مهمة أكتر للشغل. كريم عياد، نتمنى لك التوفيق، شكرا جزيلا لك، عودة إليكم مجددا زملائي إلى الاستوديو.